الرحمن الرحيم، نبدأ نشرح المحاضرة الثانية من محاضرات الفارماكو دايناميك، اللي هي ثاني محاضرة من محاضرات دكتور رياء. المحاضرة الثانية نكمل بها أنواع الرسبترات، تحكي لي عن الرسبترات. المحاضرة الأولى من الفارماكو دايناميك عرفنا بها شنو الفارماكو دايناميك، شو يقصد بها، وأخذنا بعض المصطلحات اللي هي الأجونست، الأنتي أجونست، البارشال أجونست، والإنفيرز أجونست. أخذناهم ذولا وعرفنا شنو معناهم، وعرفنا شنو معنى ليجند، وأخذنا أول نوع من أنواع الريسبترات اللي هو الجيتد أيون شانل ريسبتر. اليوم راح نأخذ النوع الثاني من الريسبترات وهو نكملهم، هنا أربعة إحنا قلنا نكملهم. النوع الثاني بالريسبترات اللي هو جي بروتين كابلد ريسبتر، أو أسميه كاختصار جي بي سي آر. يقول 7 trans membrane domain receptor on the cell membrane that sees the extra or external environment. شنو يقصد بها؟ يقول هذا شكله، الشكل مالت هذا الجي بي سي ار، هذا الريسبتر راح يكون هيك شلون ب دومين شيب، يعني يكون شلون الطيات بهيك. هاي وحده، هاي اثنين، هاي ثلاثه، هاي اربعه، وهاي خمسه، وهاي ستة. 1 2 3 4 5 6 ونكملها هيك 7. شلون الطيات يعني بيه؟ زين هيك شكله يكون الريسبتر، بس هاي هنا منا بس دقيقة نعدله هيك. هيك يكون شكله يعني تقريبا. زين بعد يقولوا هذين الطيات راح يكونون يعني معرضين الى الاكسترنال انفايرومنت، يعني يكونون خارجيين يعني على السطح السيل ممبرين. بعد ليجند اكتيفيت ذا جي بروتين باي كازنج ا كونفورميشنال تشينج، يعني من يجي الليجند اللي هو الدراج او اي شيء، يعني سواء كان اندوجينوس او اكسوجينوس، يعني سواء كان انزيم داخل الجسم مصنع او اي شيء او دراج. زين يجي لهذا الريسبتر، ايش راح يسوي لهذا الريسبتر اللي هو الجي بروتين؟ راح ينشطه. من ينشطه يسوي له فد كونفورميشنال تشينج، يعني يغير بشكله بتركيبته. زين من يجي هذا الليجند، زين this change propagate to second messenger which detached from GPCR carry signal to other effector protein. عندنا second messenger، احنا مو بالمحاضره الاولى اذا شفتوها اتذكر قلت لكم هذا هنا السيكوند مسنجر طلاب، وهذا السيكوند مسنجر هو راح يوصل الاشاره، هذا راح يعتبر كشون موصل، يعني ياخذ الاشاره من الريسبتر اللي هو على السطح، ياخذها من عنده والمن يوصلها، يوصلها الى داخل الخليه حتى تصير عنده فد ريسبونس معين. زين يعني اذا تتذكرون اللي حكيته بالمحاضره الاولى من راويتكم الصوره، قلت لكم طلاب هذا السيكوند مسنجر، هذا السيكوند مسنجر يعني يشتغل كهيك واسطه بين الريسبتر وبين الـ يعني التراكيب اللي داخل الخليه. فهذا ايش راح ياخذ الاشاره من الريسبتر وين يوصلها، يعني يشتغل كواسطه يوصلها الى داخل الخليه حتى تصير فد ريسبونس معين. زين the extracellular domain of this receptor contain the ligand binding area. هنا ايضا مثل اللي تذكرون النوع الاول من الريسبترات اللي هو الجيتد ايون شانل ريسبتر، قلنا شنو راح القى بيه؟ راح القى بيه ليجند بايندينج سايت اللي هو الموقع اللي يرتبط بيه الدراج. هنا شنو راح القى؟ راح القى ايضا ليجند بايندينج اريا اللي هي هاي، اللي هي هاي ليجند بايندينج اريا اللي راح يجي يرتبط بها الليجند. زين بعد ايش راح القى؟ اند ذا انتراسيلولار دومين انتراكت. هاي الليجند بايندينج اريا مثل ما شفناها وين موجوده؟ موجوده اكستراسيلولار، يعني موجوده على السطح، بينما ايش عندنا بالداخل؟ عندنا الجي بروتين، عندنا الالفا والبيتا والجاما، هذول وين راح يكونون؟ راح يكونون الى الداخل. الالفا البيتا الجاما راح يكونون الى الداخل. من يجي الليجند يرتبط بهذا الموقع مالت الريسبتر اللي هو قلنا عليه الليجند بايندينج اريا، ايش راح يصير لهذول البيتا والالفا والجاما؟ هذول راح يتحفزون. زين راح يتحفزون نتيجه هذا الارتباط اللي صار
بالموقع اللي موجود بالريسبتر اللي هو سميناه ليجاند بايندينج اريا لما يرتبط الدراج. There are many kind of G protein but they are all for example GS, GI, G0 أو أوب كيفكم and GQ composed of three protein subunit. يقول الجي بروتين راح ألقاه مصنف إلى أنواع. الجي بروتين أصنفه إلى أنواع GS, GI, G0 و GQ. وش راح يقول؟ راح ألقاه عبارة عن شنو؟ ثلاثة سبيونت. شنو هذول ثلاثة سبيونت؟ يعني مثل ما قلنا ألفا ألقى أو ألقى بيتا أو ألقى كذلك جاما. يقول الألفا سبيونت بايند جانسين ترايز فوسفيت. هذا الألفا سبيونت شو راح ألقاه؟ راح ألقاه مرتبط ويا جي دي بي، مرتبط ويا جي دي بي، بينما البيتا والجاما راح ألقاهم مرتبطين ويا بروتينات أخرى موجودة على السيل ممبرين. هاي ركزوا بيها، الألفا ألقاه مرتبط ويا من؟ ويا جي دي بي، والبيتا والجاما مرتبط ويا سب يونت أخرى وين موجودة؟ موجودة على السيل ممبرين، أو مرتبط ويا بروتين عفوا آخر وين موجود؟ موجود على السيل ممبرين. Binding of an agonist to receptor increase GTP binding to alpha. يقول مثلا من يرتبط فد agonist يعني فد drug agonist ايش راح يكون؟ راح يحفز لي يعني من يرتبط على الريسبتر راح يزيد لي من ارتباط GTP ويا من؟ ويا الالفا. يعني من يجي فد drug agonist ايش راح يسوي لهذا الالفا والGTP؟ راح يزيد من ارتباطهم، خليهم مرتبطين بقوة. وبعد causing discussion of alpha GDB وش راح يسوي لهذا؟ وبعدها راح يسوي لي تحلل، يعني يحلل لي alpha GDB، يحلل لي alpha GDB. اعيد، مرتبط هذا الدرج اللي هو agonist شو راح يسوي؟ راح سوالي ارتباط قوي بين GTB والالفا. بعد شو سوالي؟ يسوي لي بينما البيتا والجاما صبيونت لا راح يبقون اللي مثل ما قلنا. الالفا شنو راح يصير له؟ راح يتحلل لان ارتباط مثلا نتيجه الدرج اللي الاكتيفيشن اللي سواها للريسبتر راح يتاثر الالفا. اول شيء يكون ارتباط قوي للجي تي بي، الدور بعدها شنو؟ راح يتحلل. بينما البيتا والجاما لا راح يبقون. بعد كمان افكتر اكتيفيتد باي جي اس اند انهبيتد باي جي اي. دول الجي اس والجي اي دول مو قلنا من انواع الجي جي بروتين؟ شو راح يقول؟ از ادينالز سايكلايز، يعني شو راح يسوي لي؟ راح يحفزوا لي الادينال سايكلايز هذا الانزيم which produce second messenger. وش راح ينتج لي هذا؟ راح ينتج لي second messenger، يعني الجي اس والجي اي اثنين هم راح يجون يحفزون الادينال سايكلايز. هذا الادينال سايكلايز ايش راح يسوي؟ راح ينتج لي second messenger اللي هو سايكلينج اي ام بي. زين، بينما الجي كيو ايش راح يسوي لي؟ الجي كيو راح يروح يسوي لي اثر لي على الفوسفولايبيز سي. من يحفز لي الفوسفولايبيز سي؟ هذا الفوسفولايبيز ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي كون لي سيكوند مسنجر، تو سيكوند مسنجر، تو سيكوند مسنجر. ذاك هنا الجي والسي لا كونوني بس سيكوند مسنجر واحد اللي هو سايكلينج اي ام بي، بينما هذا الجي كيو من يحفز لي فوسفولايبيز راح يتكون عندي تو سيكوند مسنجر اللي هو واحد اسميه الاي بي 3 والثاني اسميه الداك او الدي اي جي. الاي بي 3 هنا نخلي رقم 3 دلاله انه 1 4 5 اذا نجمعهم يعني 3، ف 3 من التراي فوسفيت اند الدايسيكليسيرول اللي هو الداك. اللي منين حصلت هاي الدايسيكليسيرول؟ اللي حصلته من عملية الفوسفوريليشن فوسفيت البي اي بي 2. زين، هسه اعيد هذا الجي كيو ايش راح يجي يحفز لي فوسفولايبز؟ هذا الفوسفولايبز ايش يعطيني؟ يعطيني 2 سكند مسنجر اللي هي شنو؟ الاي بي 3 والدي اي جي. هذا الدي اي جي من خلال يا عملية حصلته من الفوسفوريليشن فوسفيت بي اي بي 2 اللي هي اختصار لها. زين، الداغ او الدي اي جي just like cycling AMP activate specific protein kinase within the cell leading to myriad of physiological effect. يقول هذا الداغ والcycling AMP اثنينهم راح يجون ينشطولي فد بروتين كاينيز، مجموعة من specific، يكونون specific protein kinase وين؟ موجودات داخل الخلية.
من يحفزوا ليهم شو راح يسوون راح يؤدوا لي الى التغيرات شنو فسيولوجيه، ادوا لي الى تغيرات فسيولوجيه او تاثيرات فسيولوجيه. الاي بي 3 ايش راح يسوي لي هذا؟ الاي بي 3 راح يجي انكريز انترا سيلولار كالسيوم كونسنتريشن، راح يؤدي لي الى زياده بتركيز الكالسيوم داخل الخليه، وبالتالي شنو الى دور بتنشيط اللي يسوي لي اكتيفيشن للبروتين الكاينيز الاخرى. عيد السايكلينك اي ام بي والدي اي جي اللي هو الدي اي جي والاي بي 3 منين طلعوا لي؟ نتيجه تحفيز الجي كيو للفوسفولايبيز، تكونون هذول السيكوند ماسنجر اثنيناتهم. يقول الدي اي جي والسايكلينك اي ام بي دول اثنيناتهم السيكوند ماسنجر ايش راح يشتغلون؟ راح يشتغلون على ينشطوا لي سبيسيفيك بروتين كاينيز اللي موجوده داخل الخليه، ونتيجه هذا التنشيط راح يصير عندي فيسيولوجيكال افكت، يعني فد استجابات يعني فسيولوجية، يعني كشي نورمال طبيعي، هي يعني الخلية تبدأ تستجيب نتيجة هذا الدرج اللي ارتبط بالريسبتر، ونتيجة هاي العمليات اللي صارت تبدأ تصير فسيولوجيكال افكت. بعد والاي بي 3 انكريز انتراسيلولار كالسيوم كونسنتريشن راح يؤدي الى زيادة تركيز الكالسيوم، وبالتالي شنو يؤدي الى اكتيفيشن بروتين كاينيز. الانزيم الثالث اللي هو ليجند ريسبتر او لينكد، عفوا الانزيم لينكد ريسبتر، يقول this family of receptors consist of protein، هو عائله، هو من ضمن عائله الريسبترات، راح يتكون شنو من بروتينات، يعني يكون عباره عن بروتين that may from dimers or multi subunit complex. طبعا الانزيمات طلاب احنا اخذناها، الانزيمات هي عباره يعني تكون شلون البروتينات، فيقول هو عباره عن بروتين تكون اما دايمر يعني اما شكلها ثنائي، او تكون لا ملتي سبيونت او يعني متعدده تكون معقده مثل هذه هنا عندنا شكلها، خلينا نشوفها هاي هسه تشوفوها شكلها ثنائي، ثنائي هنا زين. يقول most common enzyme linked receptor، شنو الانزيمات؟ منطينا امثله على الانزيمات اللي ترتبط بهكذا نوع من الريسبترات اللي هو انزيم linked receptor. شنو هاي الانزيمات كامثله عليها؟ الابيديرمال جروث فاكتور والبلاتليت دريفايد جروث فاكتور والاتريال نتريوتريك بيبتايد اللي هو اي ان بي، والانسولين اللي هو اهم واحد بهم واللي لازم يعني نحفظه ونركز عليه، لان راح عندي مثال منطيني عليه هنا. and other process tyrosine kinase activate as part of the structure، ويقول هذول الانزيمات مثلا مو راح يجون يرتبطون بهذا النوع من الريسبتر اللي هو الانزيم لينكد ريسبتر، ايش راح يسووا لي؟ راح يجون ينشطوا لي التايروسين كاينيز اللي هو جزء من هذا الريسبتر. هذا التايروسين كاينيز طلاب هذا التايروسين كاينيز اللي هو جزء من هذا الريسبتر زين. من يجون يرتبطون هذول الدرجات راح ينشطوا لي يسووا لي اكتيفيشن لهذا الريسبتر او هذه الانزيمات، يعني من تجي هاي الانزيمات ترتبط هنا بهذا الريسبتر راح يسوي اكتيفيشن بهذا ال الكاينيز وتسوي لي بعض التغيرات حتى بشكله بالستركتشر مالته زين. activate causes autophosphorylation of receptor itself مثل لا بس دقيقة هنا لوين وصلنا هنا مثل ما قلنا ان تايروسين كاينيز activate as part of their structure ويكون جزء من هذا الستركتشر اللي يقصد انه جزء من هذا الانزيم وهسه احنا شفناه بالصورة. when the peptide hormone insulin يقول لما يجي هذا الهرمون اللي هو الانسولين اللي هو عبارة عن بيبتايد bind to two of receptor لما يجي ويرتبط بهذول الريسبترات subunit their intrinsic tyrosine kinase راح يتحفز التايروسين كاينيز causes autophosphorylation of receptor itself، وبالتالي من يتحفز ايش راح يصير بي؟ راح يصير بي تغيرات بشكله زين، تغيرات يصير بشكله شلون؟ تعالوا نعرف هنا بالصورة واضح. هسه هذا هو التايروسين كاينيز مثل ما قلنا هو عبارة عن two subunit حسب ما قلنا هنا بشرحنا هذا. اللي هو هاي. يجي يرتبط بالتو of its receptor subunit اللي هي يقصد عليها منه التايروسين كاينيز. يجي يرتبط الانسولين بهذني. هو هذا الانسولين مالتنا.
هذا الانسولين راح يرجع يرتبط بهذني. من اجى ارتباط هذا الانسولين؟ احنا مو قلنا راح يصير تغيرات فسيولوجية يعني كشي طبيعي نورمال بتركيبة التايروسين كاينيز؟ اجى ارتبط هذا الانسولين، هذا الانسولين اجى ارتبط هنا صار. اش صار؟ شوفوا هنا مو كانت عدلة هاي هنا التايروسين كاينيز، هنا اش صارت شلون المائلة تغيرات بشكلها يعني صار. نتيجة هذا الانسولين اجى وارتبط بالريسبترات او بهاي التو سب يونتس. وهو هذا المقصود من هذا الشرح اللي هسه صارنا قبل شوي شرحناه، من قلت لكم انه تغير يصير تغير بشكل نتيجة ارتباط هذا الانسولين بالانترنسيك تايروسين كاينيز او بالسب يونت ريسبتر سب يونت، راح يصير تغير عندي بمن بالانترنسيك سب تايروسين كاينيز. بعد يقول in turn the phosphorylated receptor phosphorylate other peptide or protein that subsequently activate other important cellular signal. والدور هو يقول يعني بعد ما ارتبط هذا الانسولين بالسبيونت ريسبتر وقلنا انه صار تغير بالتايروسين كاينيز بشكله ونتيجة يعني صار عندي اكتيفيشن وصار عمليات شنو عمليات الدور فسفرة زين، وبعدها راح تبدي تنتقل الاشاره المن الى داخل الى الخليه حتى تصير لي فد ريسبونس معين. خلصنا من هذا الريسبتر النوع الثالث، بقالنا النوع الاخير اللي هو الانتراسيلولر ريسبتر. يقول ذا ريسبتر از انترلي انتراسيلولر، هذا الريسبتر طلاب راح يكون هو الريسبتر الوحيد اللي موجود داخل الخليه، اما يكون موجود بالسيتوبلازم او موجود بالنواه. وهذا النوع من الريسبتر مخصص للدرجات اللي تكون ليبيد سوليوبلتي، ليبيد سوليوبل زين، and therefore the ligand must diffuse in the cell interact with the receptor. يقول هذا النوع مختلف عن باقي الانواع من الريسبترات، صحيح لان هذا راح يكون داخل الخلية بينما ذولاك راح يكونون كلهم على السيل ممبرين، وهذا راح يكون مخصص للليبيد سوليوبل درج بينما هذولاك لا بس للووتر زين. The primary target of this ligand receptor complex are transcription factors in cell nucleus. يقول انه الهدف من الدرج اللي هو شنو الدرج قلنا نوعه ليبيد سوليوبل، شنو هدفه هذا الدرج؟ هذا الدرج له هدف واحد، الهدف هو انه يوصل للنواة وحتى هناك يسوي له عمليات ترانسكريبشن واكون ار ان اي وبالتالي اكون بروتين، هذا هو الهدف من عنده. الهدف الرئيسي انه شنو يوصل المن، اهم شيء يوصل للنواة حتى شي يسوي لي عمليات ترانسكريبشن فاكتورز ان ذا سيل نيوكليس، هذا التارجت من عنده زين. البايندينج اوف ليجند وذ ذا ريسبتر جنرالي اكتيفيت ذا ريسبتر فيا ديسكشن فروم فيريتي اوف بايندينج بروتين. طلاب الليجند النوع الليبيد من يجي ينتقل الى داخل الخلية حتى يوصل للريسبتر اللي موجود بالنواة او موجود بالسيتوبلازم غير يحتاج فد شي نقله قبل هيك ينتقل؟ لا مو هيك ينتقل، من يدخل الخلية سهنا عندنا هاي الصورة وينها، ما حاطنا صورة هنا عالية الدكتور. المهم انه من ينتقل الدراج اللي هو الليبل يحتاج الى فتشي نقله، مثلا يحتاج الى بروتين، هذا البروتين راح ينقله لحد ما يوصل المن للريسبتر اللي موجود مثلا على النواة. نقول من يوصل للريسبتر الموجود على النواة هذا البروتين راح ينفصل عن الدراج ويرتبط بعد ذلك الدراج ويا من ويا الريسبتر. لذلك هو شو يقول binding of ligand with the receptor generally activate the receptor via discussion from a variety of binding protein. هذا يقول انه الليجند راح يجي يرتبط بالريسبتر بعد ما انتقل من يعني بعد ما وصل للريسبتر عن طريق بروتين، بس قبل لا يرتبط بالريسبتر يقول راح يصير للبروتين discussion، يعني شلون راح ينفصل هذا البروتين على الليجند حتى يقدر هذا الليجند يرتبط بالريسبتر هيك. The activated ligand receptor complex then translocated. يقول الليجند receptor complex يعني باختصار الليجند هو يعني دراج والريسبتر، شو راح يصير؟ راح يصير translocate the nucleus، راح ينتقل هذا الريسبتر راح ياخذ هذا الليجند وين يخليه؟ ينقله المن للنواة.
where it often dimers before bending. يقولوا بهذا بالنواة شو يصير هذا ال الريسبتر أو الليجند ريسبتر، إيش راح يكون شكله؟ راح يكون شكله دايمر قبل لا تصير لعمليات ترانسكريبشن، والدور بعدها شو تصير عمليات ترانسكريبشن اللي هي عمليات الاستنساخ حتى تكون الجين زين، أو هي المسؤولة عن ريجوليت جين إكسبريشن. The activation or inactivation of activation of this factor causes the transcription of DNA into RNA and the translation of RNA into any area of proteins. يقول بعد ذلك نتيجة هذا التنشيط وهذا الانتقال إيش راح يصير؟ راح يصير عمليات ترانسكريبشن للدي إن إي، ودو راح أكون شنو RNA، أسوي له ترانسليشن للار ان اي وبالتالي احصل بروتين. هو هذا الهدف من الدراجات اللي تكون لبت سوليوبل، يعني حتى يعني توصل وتشتغل على اليمن، تشتغل على ريسبتر يكون موجود داخل النواة او موجود بالسيتوبلازم، وراح تسوي لي كل هذا الشغل اللي هسه قلناه. خلصنا المحاضرة، اتمنى تكون واضحة ومفهومة، اذا شيء مو واضح انا موجودة ان شاء الله.